ستة طرق غير صعبة لتوفير الأموال دون التأثير على نمط حياتك. 1. تتبع مدخراتك. الاحتفاظ بسجل جميع مشترياتك قد يساعد في تحديد أي إنفاق غير ضروري، لكن تتبع مدخراتك يمكن أيضاً أن يكون حافزاً كبيراً. لذلك يلجأ البعض إلى إنشاء حساب توفير ووضع نسبة معينة من دخلهم الشهري فيه إلى جانب مبالغ أخرى. 2. فاوض دائماً. لا تخاف من طلب الحصول على خصم، ففي كثير من الأحيان لا تمانع المتاجر من إعطاء سعر منخفض جداً على بضائع لم يتبقى منها سوى كميات محدودة. 3. استفد من مزايا العمل. يقدم العديد من أصحاب العمل خصومات للعمال على أشياء مثل التنقل والهاتف الخلوي وعضوية بعد الصلاة الرياضية. لذا تأكد من قراءة العروض المقدمة للموظفين أو تواصل مع قسم الموارد البشرية الخاصة بك. 4. استخدم النقود بدلاً من البطاقة في إنفاقك على المتعة. خصص مبلغاً معيناً في محفظتك لتغطية إنفاقك التقديري على أشياء مثل القهوة أو التجميل أو تناول الطعام بالخارج، وقم بإخفاء بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بك، وإذا نفذ المبلغ تجنب الشراء. 5. استخدم بطاقات الائتمان الصحيحة. أصبح سوق بطاقات الائتمان مشبعاً بالبطاقات التي تقدم امتيازات مختلفة. قم بتحليل إنفاقك وابحث عن البطاقات التي تقدم أفضل المكافآت التي تتناسب مع عاداتك. 6. استفد من برامج المكافآت. قد يكون حمل مجموعة من بطاقات الولاء والمكافآت في محفظتك وتذكر استخدامها أمراً صعباً، ولكن تذكر أنها يمكن أن توفر لك مدخرات وخصومات مختلفة.